بتتحول الأم والعروسة إلى سلاحين مقص، سلاحين. هتيجي مع مامته ولا مع مراته؟ المشكلة بقى إن في السلاحين دول هو اللي في النص، كل ما يقفل السلاح يتدبح من اليمين ويتدبح بالشمال ومش عارف يعمل إيه. لا قادر يراضي أمه ولا قادر يراضي مراته. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو مساء النور. ازي حضرتك يا سامر؟ ازيك، اخبارك ايه؟ انا مبسوطه جدا بكلم حضرتك حبيبتي، ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه. استني كده، المخرج قام راح فين؟ المخرج بتاعنا فجاه. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب ويا رب كده شهر كريم عليكي. ربنا يخليك حبيبتي. اتعرف بيكي؟ مريم. مريم، ميرسي يا استاذ قيس. مريم كم سنه يا مريم؟ 30 سنه. طيب النهارده الحلقه مفتوحه يا مريم، اي نوع مشكله في الدنيا على قد ما ربنا يقدرني انا جاهز وسامعك، اتفضلي. هو انا متجوزه من 8 سنين. كان جواز تقليدي. حبيت جوزي قوي، ومعايا عيال 3 اطفال. هو حنين جدا، عايزه اقول لحضرتك مش مخليني محتاجه حاجه. يعني حتى لو مش في ايده ان انا لو طلبت منه حاجة، لا يبقى فاكر ويلبيها لي وكده. جميل. بس انا مش عارف المشكلة عندي انا ولا عنده هو. ايه المشكلة؟ هو احنا نعتك بيت عيلة بس عزلة، احنا بلد ارياف. بس الفكرة ان حصل تطشات ومشاكل كتير جدا ما بين بيت ابوه. هما كويسين جدا بس لازم يبقى فيه مشاكل. بس عمره ما جف مرة وقال دي مراتي او يا مراتي، ما بيزعلش حد. يعني مثلا هتحصل مشكله ما بينك وما بين حماكي او حماتك او حد من اخواته او سلايفك او كده او اخواته، وهو ما بيقفش معاكي؟ لا مش ما بيقفش معايا، هو بيسكت. ما بيقدرش يرد عشان ما بيحبش يزعلهم خالص. لدرجه ان انا ممكن انا اللي اتدخل وانا اللي اتكلم. فيرجع يقول لا انت ما ينفعش تتكلمي، لا هو اللي يتكلم. ده يمسكوا في رد فعلي انا. ودي قالت ودي عالت. ايوه عشان انت الغريبه. يعني مش عشان غريب، بس عشان هم عايزين دايما فاهمين ان لا الراجل اللي يتكلم لا الست ما تتكلمش. يعني اللي هو ماشيين يعني طريقه ايه. فكرتي مره تدبسيه ازاي؟ يعني اللي هو في وسط المشكله كده هو واقف مش هتكلم انا، رد انت. مش عارفه بس انا عصبيه جدا جدا. لا لا لا، بصي لازم بقى حكمه. الدنيا النهارده لازم تتاخد بهدوء. أدخن مشكلة وداخلة في خناقة واللي قدامك داخل متحفز جدا عشان ياخد ويدي معاكي، يلاقيكي فجأة بتقولي له إيه؟ والله ده شيء غريب جدا. طيب خلينا نفكر في الموضوع بعقلانية شوية، هتلاقي الناس إيه ده؟ هو في إيه؟ على فكرة الغير متوقع دايما يخض. يبقى أنت في خناقة، إحنا بنعمل كده في البيزنس، في الشغل. في خناقة شغل. دايما الخناقات أو المشاكل ما بتجيش في وجوده. يعني ممكن تيجي في غيابه وتوصل له مني مثلا. طيب او من غيابه هما بيضايقوكي فانت بتتعصبي. بالظبط. بس فده كان كذا مشكله كذا حوار، وكانت ممكن يكون حوار كبيره جدا جدا. هو بيستسلم مثلا للامر الواقع دايما. على فكره هو غلط، انا ما اقدرش اقول لك ان هو صح. بس في حاجه صعبه قوي. الراجل اللي في الموقف ده بالاخص، الناس كتير قوي بيبقى عايش عند امه، في بيت امه وابوه متوفي مثلا فواخد مراته وعايش عند امه. القضيه هنا بتبقى الام ملكه البيت، والبنت العروسه ضيفه. في الوقت ان العروسه عايزه تبقى ملكه بيتها ومش لاقيه بيتها لانها ضيفه عند امه، فبتبتدي تحصل مشاحنات. بتتحول الأم والعروسة إلى سلاحين مقص، سلاحين. هتيجي مع مامته ولا مع مراته؟ المشكلة بقى إن في السلاحين دول هو اللي في النص، كل ما يقفل السلاح يتدبح من اليمين ويتدبح بالشمال ومش عارف يعمل إيه. لا قادر يراضي أمه ولا قادر يراضي مراته، ولا قادر يجي على أمه ولا عارف يجي على مراته. فبتوصل دي الحالة إنه بيقف يتلجم مش عارف يعمل ايه. هو مدبوح على فكره. يمكن انت لو هو مشكلته هو غلبان جدا جدا، ما بيحبش يزعل. عارفه اللي مش غلبان؟
ممكن يقف في وش امه يقول لها اجرى ايه يا اما في ايه مالك معايا كده. اخواته كده فعلا. او ممكن يجي في وشك يقول لك ما تتلمي في ايه دمي. دي حقيقه انا بشوفها بعيني. انما ده غلبان، ده يا حبيبي محطوط بيتفرم ما بين السلاحين دول. بس بيبقى صعب جدا لما بتحس نفسك لوحدك. انت لوحدك طول الوقت، انت حاسه انك لوحدك، هو حاسس انه بيتفرم. انتوا الاثنين اقعدي اتكلمي معاه، قولي له بص. جدا جدا. لا لا قولي له بص، انا عارفه انك ما بين سلاحين مقص، من هنا بيضغطوا ومن هنا بيضغطوا، انا بضغط وانا بتنرفز وبتضايق، ومامتك واهلك بيضغطوا، انت لا عارف تيجي عليهم ولا عارف تيجي عليا. ليه؟ لانك انت واقف في النص، وانا مقدره ده ومحترمه قوي فيك ده، انك بتبر باهلك وبتبر بزوجتك، ومش قادر تيجي على ده ولا قادر تيجي على ده. انما في حاجه مهمه جدا، ان في ناس في موقف معين بتتظلم. لو انا ظلمت شطني من على وش الارض وانا راضيه، واقنعني انت غلطتي قولها لي في وشي قدامهم. لو حد من اهلك ظلمني قول لهم لو سمحتوا انا ما اقبلش حد يكلم مراتي بالشكل ده. مش قادر ترفع عينك وتقول لابوك او لامك عشان دول ناس كبار، انت غلطت. ما تغلطش في ابوك وامك، ما تواجهش، ومش هجبرك انك تواجه ابوك وامك بالشكل البشع ده علشان ما احطكش في الموقف ده وتبقى بر بالوالدين. ولكن لو سمحتوا محدش يتدخل بيني وبين مراتي، لو سمحتوا انا الموضوع يعني، تقدر تديني حتى احساس شويه ان في راجل واقف في ظهري. انا عارفه انك مجروح وعارفه انك مدبوح، انما محتاجه الراجل ده اشعر بوجوده في حياتي. على فكره حكايه العلاقه الزوجيه ما بين بيت العيله، احنا عملنا حلقات على بيت العيله، ده موضوع يعني مش سهل ابدا، يعني من الازمات الضخمه. حتى في امريكا لما يكون اسره مليارديرات وعايشين في سرايا كبيره، في انجلترا، في اي مكان في اوروبا الناس المتحضره دي، والام عايشه والاب عايش والزوجه ومرات الزوج وكده، بتحصل مشاكل. كل ست في بيتها عايزه تبقى الملكه، بتتحكم، عارفه بيتها فيه ايه، بتشتري له ايه، بتحط فيه ايه، بتفرشه ازاي، بتزوقه ازاي، بتنور لمبه، بتطفي اباجوره، بيتها مملكتها، من حقها تعيش فيها براحتها.